مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المنتدى عبر قناة ليبيا الحدث. ودائما من خلال هذا البرنامج نناقش كل القضايا الوطنية في حوار هادف وهادئ وبناء، وهذا ما نسعى إليه دائما. ليبيا تمر بأزمات كثيرة جدا، هناك أزمات، مطالبات، مظاهرات، نداءات، وأيضا هناك اختناقات كثيرة جدا، خدمات، سوء في الخدمات. ممكن أن المواطن الليبي أصبح يعاني أكثر وأكثر في ظل هذه الأزمات. الطريق للحل لا يأتي لا بقرارات ولا بإملاءات ولا بأي قوانين ما لم يفهم الواقع وتفهم المشكلة ثم يبدأ الحل بشكل واضح. في هذه الحلقة سنناقش قضية مهمة جدا، كيف يمكن أن نفهم وأن نقترح وأن نعرف ما هي المشكلة الحقيقية في ليبيا، كيف يمكن أن نضع الأساسات الحقيقية لمقترحات لحل الأزمة الليبية التي يراها البعض أنها أمنية وسياسية واقتصادية ومركبة بشكل كبير جدا. القيادة العامة كان لها الصوت الأبرز في محاولة وأيضا في إيجاد الطرق الأفضل لحل الأزمة الليبية، فأهلا بكم. يسرنا في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام أن نرحب بسيادة اللواء هاشم برقعة، رئيس لجنة وضع مقترحات للأزمة في ليبيا المشكلة من القيادة العامة. أهلا بك سيادة اللواء، ونرحب بك في أول ظهور في الاستوديو في برنامج المنتدى، وشرف لنا. أيضا نرحب بدكتور محمد المصباحي، عضو لجنة وضع المقترحات للأزمة. أهلا بك يا دكتور في أول لقاء في الاستوديو أيضا. طبعا هذا شرف للمنتدى دائما مع ضيوفنا الأكارم دائما. سيادة اللواء هاشم برقعة، أشرت في بداية الحديث في هذه الحلقة أن ليبيا مرت بأزمات كثيرة جدا ومركبة، وأصبحت هناك نداءات ومظاهرات ومطالبات وخروج أصبح كبير جدا في كافة الأماكن وبكافة الأصوات ولكافة الشرائح. هذا الصوت كيف يمكن أن يستجاب له؟ كيف يمكن أن تحل الأزمة الليبية وبأي شكل؟ أولا بسم الله، رحب بك أستاذ خالد. نعم، تحية لكل الإعلاميين في قناة الحدث في هذه الليلة. أرفع تحياتي لسيدي القائد العام. نعم، الذي اهتم بهذا الموضوع عندما حدث في مدينة بنغازي والمرج وطبرق وسبها. صحيح. أصر السيد القائد العام على تشكيل لجنة للاتصال بكافة الأطراف. هذه بعد المظاهرات يعني. بعد المظاهرات. نعم. بكافة الأطراف. سواء كان على المستوى المؤسسات المجتمع المدني أو على المستوى القبائل أو على مستوى الهيئات المصارف والكهرباء لمعرفة هذه الأسباب، مع العلم أن هناك أسباب ظاهرية وهناك أسباب خفية. نحن نعرف الأسباب الظاهرية اللي تنادت منها القوى في الشعب في الشارع. نعم. هي مشكلة السيولة والكهرباء والمياه والخدمات. نعم. بكافة أنواعها. وهناك أسباب خفية لابد من الاطلاع عليها والوصول إليها والمعرفة لها. هذه اللجنة شكلت بقرار من سيدي القائد العام للاتصال بالمشايخ بالحكومة. سمحني سيادة اللواء، اللجنة حديثة في التشكيل. حديثة في التشكيل بعد كل اللي حدث يعني. بعد كل اللي حدث. نعم. مهمة اللجنة الاستماع إلى كافة الشرائح ومن ثم وضع المقترحات. اللجنة ما هي أداة تنفيذ، ولكن هي تصل إلى الحقيقة وترفع المقترحات عن طريق أطراف أو هؤلاء الناس اللي نجتمع بهم. حيكون تنقلات النجلة بإذن الله للجنوب، ثم إلى المنطقة الشرقية. نعم. طبرق، في البيضة، في المرج وبنغازي، للاجتماع واستماع آراء هؤلاء الناس. نعم. حتى نصل إلى الأسباب الحقيقية ومن وراء ما يحدث داخل هذه المدن، وبعد ذلك نضع كل المقترحات ونرفعها إلى سيدي القائد العام. كويس يا دكتور محمد، الآن هذه اللجنة الآن تم تشكيلها وفق معطيات حدثت على الأرض
والله يا دكتور. نعم. لكن هناك من يسأل ما دخل القيادة العامة في هذه المشكلة؟ أحسنت. أولا شكرا لك أستاذ خالد ولكل العاملين معك في هذا البرنامج وقناة الحدث التي دائما تفتح أبوابها للجميع لنعرض وخاصة في مشروع وطني كهذا وكأزمة وطنية يجب أن يشارك فيها الجميع وهذه دائما قناة الحدث سباقة بها. كما تفضل السيد اللواء رئيس اللجنة في هذه المهمة هي مهمة وطنية بامتياز في الأساس. نعم. وانطلقت من خطاب السيد القائد العام الذي تناول فيها ولمس قرار بشأن فتح الموانئ النفطية وتعاد تصدير النفط والذي حدد فيه مجموعة من التوابت التي تتكلم على أو تؤكد على دور القيادة العام للقوات المسلحة والجيش الليبي تحديدا بشكل عام، لأنه هذه المهمة مهمة وطنية، أولا المحافظة على سيادة الوطن وتحريره والتأكيد على طرد المستعمر، ولكن بالمقابل لابد بشجاعة نتنازل لبعض الأشياء التي تخدم المواطن ولا تؤخره، تقدم الخدمات للمواطن ومن بينها فتح عقول النفط. كثير من الأشياء التي قامت الآن بعد ما ضاقت الخناق على المواطن في صحيح. في قوت يومه صحيح. حتى نحكي بصراحة يعني هناك كثير من الأشياء التي من الممكن سهل أن تتفاداها وتعالجها، وكما تفضل سيادة اللواء هناك مسائل ظاهرية وهي المسائل الحياتية اليومية نعم. التي يجب أن تكون محلولة. نسأل وحتى لا نخلق عدو دائما عدوا دائما تخوين الآخر أخوان زيد بيت. نعم هناك مشروع لهذا العمل، ولكن أيضا نحن نستطيع أن نعمل لحل هذه المشاكل نعم. نستطيع أن نحل مشاكل المواطن، نستطيع أن نفتح باب الاقتصاد، هذا الهدف الأكبر يعني. نستطيع نعم. أن نعمل كثير من الأشياء نعم. وبالتالي صحيح. صحيح. القائد العام من كم يوم اجتمع بالرئاسة الحكومة وبعض القطاعات فيها وأعطاهم مهلة. قد تسأل الناس ماذا بعد العشر أيام التي صحيح. أعطاها السيد القائد العام لموضوع الناس في حل مشكلتهم وفاتت العشر أيام وفاتت الأسبوعين وفاتت الثلاثة لكن لم يتحقق، ما فيش حلول جذرية نعم. إذن هنا المشكلة نعم. هنا 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 لم يترك القائد العام الموضوع عند هذا الحد واللقاء فقط. فنحن قد تكون الحكومة غير قادرة على بعض الأشياء، قد تكون مظلومة في بعض المسائل التي وبالتالي يجب أن لا نأخذ الموضوع بعاطفية، يجب أن نشخص الحالة. القرار تشكيل اللجنة، السرعة في التنفيذ واللقاء بالجميع وتشخيص الحالة وإعداد مقترحات. اجتمعنا اليوم اللجنة اجتمعت اجتماعها الأول، احنا استلمنا القرار أمس، اليوم اجتمعنا اجتماعنا الأول برئاسة اللواء هاشم وبدينا في وضع تفاصيل مقترحات للعمل، توزيع العمل لمجموعة ملفات، تحديد الشرائح المجتمع التي يجب اللقاء معها، يجب أن نلتقي بالجميع. نحن ليس لدينا صعب شوية اللقاء بالجميع صعب شوية. لا نقصد الجميع وأنا أتكلم مع أهلنا في ليبيا في كلمة الجميع في ممثلين الناس، يعني نتكلم على ممثلين الناس، نحن نتكلم على النخب المثقفين، نشطاء المجتمع المدني، الأعيان القبائل، الخبراء، المثقفين نعم. وبالتالي الشباب نعم دائما نقطة حنقصوها شوية نعم. حسنت نعم. وأنا دائما مشكلتنا دائما نتكلم على الشباب في وقت المشكلة في الحرب نبو الشباب وفي نعم. في العمل نبو الشباب وفي السواعد نبو الشباب، لكن وقت العمل نتجاوز بشكل أو آخر وهي الأنا قد تكون في هذا الموضوع التي دائما نحن نعم. الآن هذه اللجنة قرارنا أن احنا نطلع من موضوع التقليدي متاع مجموعة اجتمعت ودارت مجموعة مقترحات وكذا، فاتفقنا في اللجنة على أساس نحن ننتقل إلى الناس في أماكنهم. كيف نقدر وكيف نقول الجميع في أن احنا نمشوا لغات، نمشوا للكفرة، نمشوا لسبها، نمشوا للشاطي، نمشوا لسرت، نمشوا لطبرق، نمشوا لنجلس في بنغازي، نمشوا للبيضة، يعني نقصد جغرافي قد نعم قد نعم لا نسمي بعض الأشياء تذكر حتى تنسى نعم 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 ويعذرون أنا نقصد يعني خلينا النقاط لأن في ناس هيقول لك كيف ما بيشي خلينا النقاط اللي بعد لا خلينا بعد وهنا صعوبة اللجنة نعم نعم. وإحنا في هذا العمل
لو سمحت لي استاذ خالد. تفضل. احنا في هذا العمل نبحث على مجموعه من المقترحات. اولا حتى كلام الناس اللي في الشارع، الشباب والناس اللي يخرجوا في الشارع، نعم. كانوا يقولوا الخطابات كانوا يوجهوا في كلامهم للسيد المشير القائد العام خليفة حفتر، يقولوا له دولك لينا وهذا موضوع راهنا ضرينا ونحن ضرينا وراهنا صارت مشاكل، وبالتالي كانت استجابة لهذا العمل. نحن يقدرنا الله ان احنا نضعوا مقترح يعالج هذا الموضوع. كل الناس نحن موجودين خلال فترة قصيرة جدا يجب ان ننجز هذا العمل. هذه اللجنة مهمتها ليس مهمة تنفيذية، نحن ليس لدينا حلول ولا تقدم ولا ما تنفذش حلول لا اطلاقا اطلاقا. نعم. نحن لجنتنا فقط نعم. تقترح الحلول وتحدد شخص المشكلة. نسمع الآراء من الـ من الـ من المعنيين ونسمع الآراء من هنا في هذا الموضوع، على الأقل فيه بوتقة الوصول، بدل من نقول للناس تعالوا للمكاتب سكرتيرين ومديرين وكذا وعد. نحن ننتقل إلى الناس في أماكنها ونجمع مجموعة ملاحظات. طيب هذه نقطة إيجابية. نعم. معلش أنا ممكن نحول بس السؤال لسيادة اللواء. نعم. أن النقطة الإيجابية مش تستقبل الناس، أنت تذهب إلى الناس، هذه أكيد، بس هذه تحتاج إلى مواصفات خاصة أفندي هاشم، يعني إلى 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 صبر وحلم، لأن الناس متضايقة. يعني اللجنة كيف تتصور هذه اللقاءات مع الناس؟ يعني وين حيكون؟ حتمشوا الناس في مثلا الوجهاء مثلا في أماكنها؟ احنا في بداية الكلام قلنا لك اللجنة حتنتقل إلى سبها مثلا، إلى غاد، إلى طبرق، إلى البيضة. لابد يكون لنا اتصالات مع مؤسسات المجتمع المدني، مع المشايخ، مع الخبراء الموجودين في هذه المدن، حيتم التنسيق معهم. نعم. ونلتقوا بهم. نعم. ونسمعوا الآراء ونسمع منهم نفس الشيء المقترحات. إيش المقترح اللي تروه أنتم مناسب يعني؟ فتجميع الآراء وتجميع المقترحات نرفع كل هالكلام إلى القيادة العامة. على أساس أن هذه اللجنة جمعت مشاكل هالناس، وهي بصفة عامة المشاكل الحقيقية معروفة يعني. لكن نحن لازم تسمع، لكن لازم تسمع، لازم تسمع، لازم تسمع. والقيادة بتحاول عدم تدخل أي دول أجنبية أو أي حركات إخوانية مثلا تكون تتدخل في شؤون الشعب الليبي. لابد الشعب الليبي من حق أنه يطلع، من حق أنه يعبر عن رأيه، ولكن تعبير الرأي بتنفيذ، مش أنه يصبي في ساحة ويحكي. لا، لابد في جهة معينة تسمع وتنفذ المقترحات بتاعها، لأن إذا ما تمش تنفيذ حيحدث إحباط جديد. بالتأكيد. والإحباط حيحدث ردة فعل. بالتأكيد. ممكن مش محسوبة في بعض. نعم. 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 وإحنا صحيح. عارفين طبعا تدخل القيادة العامة. دائما نحن قوات مسلحة دائما نقول أن الولاء لله ثم للوطن. من ضمن الولاء للوطن هي مساعدة الشعب، سواء كان خارجية أو داخلية. فلابد أن اللجنة ما نعتبروش تعب، ولكن نعتبروها خدمة للوطن، أن نحن لما نمشي ونقطع آلاف الكيلومترات لسماع هالأصوات ونقل أصوات ونقل مقترحات. فبالنسبة للجنة حتكون سهلة جدا، يعني أصعب من أنك أنت تستدعي ناس من سبها ولا تستدعي ولا عبر هاتف ولا. نعم. فلذلك لابد من الاتصال الشخصي. اتخذتوا قرار الاتصال الشخصي. الاتصال في كافة الشرائح. في كافة الشرائح. طيب الاتصال حيتم بعد يعني التنسيق مع كل الجهات ولا لا؟ احنا قلنا لك قسمنا عمل اللجنة إلى ملفات. طيب. هناك ملف سياسي، هناك ملف اجتماعي، حيدخل حتى في مجالنا الإعلامي الرياضي. لابد من سمع آراء أسر الشهداء، الجرحى، المعاناة اللي بيعانوا منها. لابد تكون من ضمن عمل اللجنة، لأن ملفنا نحن بيكون واسع والمقترحات نتاعنا بتكون واسعة. فلابد كافة الشرائح الموجودة عندنا اللي عايشينها نحن في البلاد ونلاحظها، لابد نحاول أن يتم الاتصال بهم ونجمع كل هالكلام. وزي ما أثنى الدكتور في كلامه أن نحن لسنا أداة تنفيذ، نحن نرفع المقترحات، نسمع الآراء. يعني صلاحيات اللجنة محددة في نقاط واضحة، في نقاط واضحة. ياريت لو نكررهم حتى ما يصيرش لبس عند الناس. يعني مهمة اللجنة. نعم. تسمع الآراء، ترفع المقترحات، التنفيذ هناك ناس مختصين للتنفيذ. طيب لكن نحن نشيل رأي الشعب. أه. ورأي الخبراء.
المحللين لابد أن نرفع أراهم والمهتمين بهذه الشؤون وبهذه الشرائح ونقول لهم هذا الرأي متاعهم وهذه مقترحاتنا نحن. القيادة بتعالجة بطريقة الخاصة مع الحكومة مع هذه الحاجات. بالنسبة لنا احنا عندنا حد معين نصل لعنده. هذه الصلاحيات المحددة. هذه الصلاحيات المحددة. الوقت والله نحن لأن الوقت قاتل الآن أصبح. نحن بنحاول في أقل زمن. لكن أنت عارف حيكون فيه مشي للجنوب وحيكون فيه مشي المنطقة الشرقية بيكون مكثف عملنا ولكن نحاول في أقل الفرصة ما نقدرش نعطوا زمن لأن لما تعطي زمن الناس مسؤولة على الكلام اللي بتقولها تكون مسؤول عليها أمام الناس. صحيح. لكن نحن مدى بينهم يكون عملنا سريع. سريع. لكن نحن اليوم بدينا وقسمنا عمل اللجنة واليوم ما هو الحمد لله نحن معك على الهواء مباشرة. هذا أول ظهور وتواصل مع الناس يعني. الغاية والغرض من ظهورنا اليوم أن كل الناس يعرفوا أن فيه لجنة مشكلة من القيادة العامة استجابة اللي أراهم. لأن لما نشوفوهم نحن يطلبوا في التدخل سيد القائد العام والتدخل القوات المسلحة نحن بنخفف عنهم هل المعاناة بناخذوا أراهم ونحطوها في مقترحات وفي آراء ونسلموها إن شاء الله للقيادة العامة. طيب لأن أنا بس دققت على الوقت لأن السؤال عند الناس كلها يعني كلمة سوف وس يعني هذه أصبحت حرف السين مشكلة عند الناس يعني سنوات يعانوا منها. نعم. فكيف يمكن للجنة أن تختصر كل هذه الآليات؟ ممكن حتى أشرت بعض الآليات. نعم. هو شكرا السؤال هذا مهم يعني سواء كان اختصاص اللجنة أو مسألة الوقت يعني أنت عارف الناس أن أقول لك أي موضوع تبي تقتله شكل لجنة. لجنة صحيح. هذه من زمان عرف يعني. نعم. إحنا الآن من بين الأشياء هناك ملفات مستعجلة. شنو أهم الملفات؟ يعني الملفات المستعجلة هي الأشياء المرتبطة بالحياة اليومية للناس يعني ثلاث أربع ملفات أساسية مستعجلة اللي هي موضوع الكهرباء والسيولة والمياه والعمالة اللي الآن فيه مشكلة. الآن في بعض الأشياء متوقفة بدون سبب. لما تحكي على موضوع الحوافظ اللي ناس كانت عابية على مرتباتها هذا موضوع لا موضوع صعب كبير صحيح أشياء اللي علاقة ب يعني مئات الآلاف من العائلات بعض المشاريع تغيير الشكل الحضاري يعني احنا هنا يجب أن ما يمنع أن احنا نخفو شكل الحرب كشكل الحرب الآن. احنا الآن انتقلنا بعد كم سنة في بعض المناطق المحررة الآن وبين هذه المدينة المفروض فيها شغل وفيها بناء يجب وفيها أن يكون عمل. هناك نعم. تغيير في وجه الحضاري يجب الناس تشعر بالاستئناس في هذا الوضع. صحيح. نعم هناك جائحة كورونا وهذا وباء عالمي إن شاء الله ربي يخرجنا منه جميعا بسلام. لكن لا يمنع أن احنا المناشط تستمر المناشط الرياضية تستمر المناشط الثقافية تستمر هناك حركة تحتاج إلى بعدين الحياة الاقتصادية ما يمنع أن البنوك تعطي المصارف تعطي الإقراض الاقتصادي والسكن مقيد البنوك يا دكتور نعم نعم مقيد بقوانين يعني نقصد هذه المقترحات هذه المقترحات يعني الآن نتكلموا على 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 مصارف عند ازداد تعطي بعشرات بمليارات بمليارات وحقيقة موجودة وارصدتها والآن مقيدتها بعض اللوائح الإدارية تبي معالجات فيها ما يمنع من معالجات هذه المعالجات ليستفيدوا. هناك صندوق الإقراض الآن متوقف. نعم. صندوق الإقراض ليش يتوقف صندوق الإقراض؟ شنو اللي يمنع يعني بصراحة فيها أشياء ليش المصانع موقفة؟ ليش الناس تشحت يعني ناس ليش تشحت شركات الخدمات العامة. نعم. دكتور شركات الخدمات العامة ما فيش ولا حكومة حلتها. نعم. إلى اليوم. أي. وهذه أزمة حقيقية يعني. وبالتالي يعني إحنا ليش حتى فيها أشياء المصانع اللي توقفت ليش متعطيات ليش متعطيات الناس تشغلها؟ وبعدين يا أخي أساس المشكلة اقتصادي الذين تآمروا على المشروع الوطني للقوات المسلحة دخلوا من الاقتصاد المشكلة اقتصادي. حل المشكلة السياسي اقتصادي وحل المشكلة الاجتماعي اقتصادي. حتى في بيتك لما تروح لبيتك لما تجيبش معك شيء تلقى العيلة في الشارع ما يسأل هلك ما يسلموش عليك بشكل كويس حتى ولدك الصغير كانك جبت حاجة كويس وكلا أنت ما فيه مشكلة. نعم صحيح. وبالتالي ما بالك في أنت مجتمع في أمس الحاجة إلى أنك أنت تقف مع الشباب في الحرب ما قصروش الليبيين في الحرب ما قصروش صحيح. لبوا بأولادهم وبأبنائهم
وتقدموا مع قوة مسلحة وهذا في شيء جميل للوطن. هذا وطن. لكن بالمقابل هناك رعاية لأسر الشهداء، رعاية لأسر الذين هناك شهداء لعند الآن ما تمتش إجراءاتهم في أوراقهم الإدارية وموضوع مرتباتهم، وهذه أشياء من المسؤول على هذا العمل؟ إذن هذه المقترحات يجب أن تصل إلى مستوى التنفيذ. التنفيذ اللي احنا نفكروا فيه مع بعضنا وبصوت عالي. نحن إذا ما فكرناش بصوت عالي التظاهر، احنا مشكلة عندنا في ليبيا، احنا شعب ما عندناش ثقافة التظاهر، ما عندناش ثقافة التظاهر. التظاهر يسقط في حكومات، لكن احنا شعب لولا الشباب هذيما اللي يلفتوا وهنا من مجموعة اللي يلفتوا الأنظار ويقولوا راهو في غلط، ما يطلعوش. صارت ظهر مظاهرات في كم يوم رغم القمع اللي صار لهم في طرابلس، لكن بينوا ان في خلل. احنا الان هناك خلل، الخلل ليس بالاستقاله، الخلل ليس بالاستقالة. الخلل يجب ان احنا نقول للمحسن احسنت وللمسيء اسات. يجب ان احنا نعمل على ان احنا نلتف على بعض ونجمع بعض. نحن الان المشكل الليبي، نجب نحل مشكلتنا الليبيه. صحيح. صحيح. وبالتالي نحن الان محاولات الدخول في معترك سياسي غريب، في ان نحن كل يوم يجونا 30 40 نفس يقرروا نيابه عن الليبيين. هذا موضوع يجب ان ينتهي، ويجب ان نحن موضوع تدوير العمل السياسي من الصخيرات من وتعالى جاي، واحنا كل يوم في موال جديد وكل يوم في مشروع جديد وكل يوم كذا. هذا العمل يحتاج ان احنا تجلس الشعب مع بعضه باساسيات. الاساسيه الاولى وهي خروج المستعمر، والاساسيه الثانيه وهي ايضا المرتزقه الذين جلبهم معه، وتفكيك السلاح من مجموعات. ما نبوش نقولوا ميليشيات، خلينا نقولوا كلام الطف. يجب ان احنا نوجه حتى اعلامنا الى يكون اعلام جامع. يجب ان ينطلق اعلامنا، وهذه وضع العلاجات. يعني محاوله تغيير بعض الخطاب الاعلامي. نعم وكل الاعلام، كل الخطاب الاعلامي، مش بعض الخطاب الاعلامي. يجب ان احنا، ولكي ننتظر الاخرين يجب ان نبادر. احنا الان فيها ابواق في الاعلام تسب في كل شيء بلا مبرر، تسب في الأسر وفي العائلات وفي القبائل وتخلقت شرخ. نحن يا أستاذ خالد محتاجين إن احنا الآن دائما نقول الحرب انتهت، الحرب كذا. احنا عندنا مشكلة تمزق في النسيج الاجتماعي اللي بيننا. احنا يجب أن نلتفت إلى هذا الموضوع. المراكز البحثية والدراسات والعلاقات الاجتماعية يجب أن ترجع وتلتئم من جديد باش نعالج مشاكلنا. صحيح. يعني الآن مشكلة ليس مشكلة سياسي. المشكل في الموضوع هو مشكلة ان انا احنا يجب ان نغلب الانا بتاعنا ونبدا نشتغل على هذا الموضوع. جميل. من غير القوات المسلحه ومن غير الاجهزه الامنيه. في مداخله بس للسيد الوان. من ضمن الحديث اللي تكلم عليه، هناك قرارات تعيين صادره هذه 3 سنوات 4 سنوات من الحكومه، لم يتم انزال مرتباتهم الى الان. صحيح. اعتقد حتى في البلديه وفي نعم، طالما انت ما عندكش قدره انك تنزل مرتبات، ليش تصدر تعيينات؟ صحيح. ناس معينين لحد الآن ينتظروا في مرتباتهم. شو نحلهم؟ هذا حلهم لابد من ضمن القرارات اللجنة واقتراحات اللجنة تسمح أن لابد تنظر لهم الدولة. كذلك نثني على الكلام الدكتور، المظاهرات مش بالحرق. الحمد لله وصلنا توا صينا ما تم تلافع. لكن سمحني سيادة اللواء، ما عاش لقوا حل. ما تحرقش يعني شاب، انت يعني سامحني، شاب صغير ويلقى مستقبله منهار بالكامل. لحظه بس، انت تعال عبر عن رايك. كيف اوقف؟ ما فيش من يسمع انت رايك. التجمع بروحه يعني وصول صوت. لما نشوف 400 500 1000 5000 6000 متجمعين، معناه عندهم شيء، معناه فيه ناس تبي تسال ليش هذول. لكن انت تلتجي وتحرق في هالمباني اللي نحن ما قبل حوتك وصلنا لها. تو عندنا بعض الدوائر ما عندنا شوي شيء غدا. نعم. مزبوط ولا لا؟ نعم. مثلا هالطرق، هي البنية التحتية من غادي ما شاء الله وتشيط عليها عجل وتشيط عليها. صحيح. هي منهارة. صحيح. بروحها. صحيح. حتى التوجه لبعض نقاط الأمن، وهذه قضية. نعم. كيف تنظروا لها؟ كيف يعني؟ أن مثلا في بعض المظاهرات حاولوا يتوجهوا لمراكز أمن يعني. نعم. انتوا يعني كيف تقيموا هذا الوضع؟ انا اقول لك الشباب الواعي هو اللي وقف
للشباب الاخرين على اساس انكم ما تتجهوش للمراكز الشرطه وما تتجهوش للوزارات ما تتجهوش للمعسكرات، لان هذا شيء قائم. ايش يبي يصنع لك اذا كانك انت حركت ولا ما حركتش؟ نعم. لكن انت نحن كقوات مسلحه نحن جزء لا يتجزا من الشعب. انا لما نحول البدله الخضراء مواطن عادي معاهم ما يدور صحيح. عندهم يدور عندي صحيح. اذا كان في عندنا ابنائنا في الـ في الـ في البدنيه يشتغلوا ونحن من الشعب اصلا. فلذلك الصوت ليش شكلت اللجنه؟ شكلت اللجنه لتوصيل صوتهم باش يسمعوها الناس مقترحاتهم متطلباتهم مضبوطه ولا الشيء اللي قاموا من اجله، السيوله، الكهرباء، المياه، كل الشيء اللي حكوا عليه صحيح. نعم. البطاله في شركات سياده اللواء، الفساد اللي حصل، الفساد. انا في شركات اعتقد زي الخدمات العامه 30 شهر نعم ما خذوش مرتبات، يعني عائلات دمرت بالكامل بالرغم ان مجال عملهم مشرف لهم وما فيش حكومه حلت الموضوع، ما فيش حكومه حلت لهم المشكله. نعم. يعني احنا معاهم ان كون فيه فساد، كون فيه اشياء موجوده صح، الكهرباء، المياه، تهذين الدول المتقدمه عشان طيب انتم كلجنه سياده اللواء هل تتصوروا ان الان انتم امام مواجهه يعني ناس هتحكي حتى بحرقه وبالم هتحكي حتى بقوه في مواجهتكم؟ تحكي بقوه يعني. ما فيش مشكله عندنا، ما فيش مشكله عندنا، مستعدين تسمعوا للاخر؟ لا مستعدين نسمع ومستعدين نرفع الاراء اللي يقولون بكل صراحه، لان هذه امانه. يعني مثلا مش اخفاء جمله والله، هذه امانه يا دكتور خالد. نعم. هذه امانه وضعت في عنق لابد ان احنا ننقلها زي ما هي. ان فلان او الشريحه المعينه. نعم. بتقول وبيحطوا مقترحاتهم كذا كذا. القيد العام لو ما يبيش يسمع الحقيقه مشكلش لجنه. صحيح. لكن لابد يبي يصبي على الحقيقه هذه بيسمعها. مش هم يقولوا القائد العام ما يصفي في شيء، القائد العام كذا، القائد العام قال له هيا جيبوا لجنه وحطوها في وسطكم واحكوا لها ايش عندكم؟ ونحن معاكم. وهذه اللجنه لها صلاحيات مكلفه. مكلفه. بالكامل. نعم. لكن يا دكتور صلاحيات واضحه. نعم. صلاحيات اللجنه. اها. نحن لا ننفذ. في الامارات يقول لك انتم تبدوا لي حل؟ لا، نحن نرفع رايه. اه نعم. باقي القياده العامه اللي شكلت اللجنه لو ما تبيش تدير حلول مع الجهات المختصة ما شكلت لجنة. نعم. مزبوط ولا لا؟ نعم. نعم. لكن اختصرنا هالكلام كله وقلنا هالكلام كله وهذا عهد منا نحن. ان جميع ما يصلنا حيصل القيادة العامة. بالكامل. بالكامل في تقرير وحيصل بالكامل. يعني حيسلم بشكل مباشر. أكيد. وفق محاضر وفق حسب التكليف. حسب التكليف. من كلفنا. اها. الشخص المكلف هو اللي سلم له. واكيد هو سيد القائد العام يوم اللي بيستلم المقترحات حيكون له لقاء معنا. بالاضافه لمقترحاتنا حيكون هناك جلسه معه بصفه عامه ايش اللي حصل والباقي نقول له موجود عندك في التقرير. نعم. طيب دكتور الناس ممكن تسال سؤال تقول انك تبي تشكل لجنه، يعني معقوله ما انكش عارف شو مشاكلنا؟ تمام. يعني الاستماع لاي غرض؟ بيقول لك انت انا بنحكي لك اخرى، انا حاكي لي لجنه في الحكومه ولجنه في ممكن من جهات معينه، لجان من مؤسسات، يعني حاكي اكثر من مره وما فيش حل. فكيف تبي تسمعوا بشكل تبي تنقلوا بشكل زي ما قال مثلا سياده اللواء، وكيف ايضا حتى تبي تتفاعلوا معاهم في ايجاد الحلول يعني؟ تماما. هو يعني في شيء مهم جدا بصراحه في الثقافه الليبيه هيك يعني. نعم. لانه فيه مشكله ما فيش حد جلس مع الناس وحكي معه بصراحه، يعني احنا باش نحكوا هيك بشكل واضح. يعني الان لما الناس طلعت الناس للشارع لان ما لقوش حد يسمح. بالضبط بالضبط. نعم. بالضبط. نعم. بصراحه يعني احنا. نعم. يعني بقولوا فيك هذه نقطه صحيحه كثير. نعم. من النشطاء واحنا نتابعوا في خاصه النشطاء الميديا في الفيسبوك وكذا ينزلوا في فيديوهات باستمرار ويقولوا في ملاحظات ويقولوا في كذا، ما فيش حد نداهم وقال، رغم ان احنا في المجلس الاعلى لمشايخ رعايه ليبيا درنا بيان مؤيد لهم من اجل ان فقط يبدا الموضوع مش غراضيه شخصيه ولا حنا يشعر بالاحباط وما يوصل. نعم. صوته. نعم. بفيديو. نعم. وكذا وما فيش حد يسمع. بعدين لو شكي. نعم. مرات يبدا له مشكله شخصيه لانه هو تعرض لتهديد ويتعرض لحبس ويتعرض لكذا، انت تعرضت. نعم. على الحكومه تعرضت. نعم. على كذا، وهذا غير صحيح. احنا يجب ان نعمل
بأمانة ومسؤولية. هذه الأمانة لو الناس انسمعت، لو الناس شكلت منها لجان، لو الناس بدأ العمل من خلالها في كثير من الأشياء. ما فيش دائرة تواصل الحقيقة، صحيح تواصل مفقود، ما فيش دوائر يعني احنا كنسمي شو ما فيش دائرة تواصل، فيش تواصل يعني الآن لا مجالات ولا كذا، ما فيش دائرة تواصل يعني، حتى ولا الحكومة عندها دائرة تواصل مباشر، ولا البرلمان عنده دائرة تواصل مباشر، يعني الآن ما فيش. والقيادة العامة للقوات المسلحة مش معنية بهذا الموضوع في الأساس، مش دورها يعني، مش دورها ولا هي. هذا هو السؤال اللي سألته في الأول، محاربة الإرهاب ومحاربة التصدي للهجمة الدولية التي تتعرضها القوات المسلحة، يعني درجة أن إحنا الآن إحنا مش اللي باش ندافع على حد آخر، لكن حقيقة يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها. لو استمعوا للناس، لو استمعوا للناس، أنا شفت حتى بمجموعة من اللي تمت اللقاءات مع الحكومة وكذا، في آخرين يقولوا لا مش هؤلاء الذين يجب أن تسمعوا لهم، مش هؤلاء الذين تستمعوا لهم، مش هؤلاء الذين كذا، احنا غيبتونا احنا، وهذا صحيح. وهذه مساله مهمه، كل ما يجتمع افراد يقولوا غيبتونا، غيبتونا، وهذوما ما همش مشايخنا ولا هذوما يمثلونا ولا صارت يا عارف ليش هذه ردها سبب واحد، هذا التغيب ولا لا؟ لا هذا مش موضوع التغيب، هذا لان الناس دائما وتلتقي تتوقع ان تصير نتيجه. كل الناس نيتها حسنه، اعتقد ان الناس نيتها حسنه، فلنتوقع الخير من الجميع، لكن اصطدم بواقع ما لقاش عنده امكانيات. ثاني لما يجي يناقش رئيس الحكومه ولا يناقش حد في وزراء ونناقش معاه امكانيات، ولا حتى في مجلس النواب يقول لك والله احنا الامكانيات احنا قاطعين علينا في طرابلس مجموعه اشياء قاطعين كذا، وبالتالي تلقى روحك انت متعاطف مع هذا العمل، لكن لما ترجع برا الباب تقول اني ايش صار، ماني ما طلعتش بنتيجه، صحيح. وبالتالي الناس تنتظر برا تتوقع منك انت بدرت شيء، نعم. وهنا هذا العمل هو محرقه. واحنا يعني قررنا ان احنا نطلع في الاعلام، رغم ان احنا استلمنا قرار امس وبدينا اليوم، وقررنا ان نطلع في الاعلام لكي نضع انفسنا في 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 توضيح لمهمتنا. نعم. مهمتنا، نعم. هي مهمه استماع وطنيه، نحاول تواصل قدر الامكان، نعم، نتواصل، نبحث على 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 من يفيد في هذا المهمه، نتكلم على موضوع توزيع الميزانيه في التخطيط، نتكلم على المشاريع التي تتوقف، نتكلم على طرق فيه إمكانية تندار وما دارتش، نتكلم على البطالة، على البطالة، نتكلم على المرتبات، نتكلم على المرتبات، نعم. نتكلم على الإقراض، الإقراض، نعم. يعني أنت الآن لما نبدأ الإقراض متوقف، أنا متأكد لو نمشي لأي مصرف من المصارف العاملة الوحدة الجمهورية اللي موجودة هني تقول لك قديش تقدر، تقول أقل واحد يقول لك نقدر نقرض من 7 إلى 8 مليار 9 مليار قروض، لكن راني عندي مشكلة إدارية 1-2-3-4 محتاج إلى معالجتها. صحيح. ما فيش حد ايضا في جهات يبن من يصبي معاه لعلاج قضايا مستعدين قضية. انت لما الان الى عند، نعم. الان وانا ارجع لمره ثانيه، صندوق الاقراض اللي ساعد الشباب ضمان على الاقراض، ضمان الاقراض، صحيح، وهذا المسمى صحيح، درنا في حلقه مره في المنتدى ان عنده اموال موجوده، نعم، يعني عنده امواله وعنده الياته وعنده ضمان للاجرات، مصانع موقفة، البحر، المشاريع الزراعيه، كل ما هذا العمل في امكانيه الان الشباب يقدر يعمل. التفكير في المبتورين الذين قدموا أرواحهم، صحيح، فداء لهذا الوطن، يعني ما العمل؟ احنا ما نقولش في كلام أفلاطوني ولا، نعم. كلام مش تسويق إعلامي، نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك بصراحة، نعم، صحيح. يعني هذا بيجرني لسؤال، أنتم كلجنة مستعدين تسمعوا أي رأي مهما كان جرح؟ طبعا ولا يا سيدي الواعي، حتى لو في طعن في 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 جهات أو كذا ما هيش مشكلة، لازم تسمعوا. هو احنا نقول لك حاجه، احنا بصراحه مهم، انا بنعرف، انا مرات نقول ما نقدرش نسمع، خلينا نقول لك او نسمع. هو اول يعني النقد من اجل البناء اراه مطلوب، لكن لما تنتقد فقط لانك انت فقط كي تضع العصا في الدولاب، تلقى روحك انت بروحك، حتى الاخرين جالسين جنبك يقول لك لا انت تقول في كلام غلط. لكن احنا لما نقوله يا سيدي انت وري الناس مشكلتك وين، يعني فرض انتم الان توجهتوا للجنوب، شو تتوقعوا الاسئله المهمه لجنوبنا؟ والله يعني هو الجنوب راه قضيه اخرى. انا زرت، انا نعم. زرت الجنوب، والجنوب احنا في هذا الوقت نستمطر اشابيب الرحمه على الشهداء الذين، وكل شهداء الوطن، نعم. الذين سقطوا دفاعا على هذه الارض، واخرهم الشباب الذين سقطوا، صحيح. في حي، صحيح. عبد الكافي وهم واجهه، نعم. داعش، نعم. والجنوب عبر برسالة واضحة، نحن مع الوطن ما عندنا شيء، نعم. لما كل الخلافات الاجتماعية بقت جانبا
والقدافي والسلماني والمجرحي والتباوي وكذا وقفوا في مقبرة واحدة يستقبلوا يعني. يستقبلوا نعم. في نعم. يودعوا في شهدانا في مكان واحد. الجنوب وهو سلة ليبيا صحيح. الجنوب وهو سلة ليبيا في النفط وفي الماء وفي الكهرباء وفي نعم. الغاز وكذا نعم. واحنا قلنا في كم مرة يتعرض إلى عقاب جماعي لا لشيء نعم. لأنه صحيح. يقف مع القوات المسلحة لأنه صحيح. يقف مع الوطن صحيح. لأنه ضد المستعمر لأنه يحمي في الحدود الجنوبية لليبيا بأبنائهم بأبناء القبائل وهذا يقدر حد يزيدها على نعم. أهل الجنوب نعم. نعم. احنا زرنا أهل الجنوب ولقينا كل الترحاب منهم. أهل الجنوب باستثناء القوات المسلحة ما فيش حد زار. إذا استثنينا منطقة واثنين تم زيارتها الكفر أعتقد ولا كذا. القوات المسلحة لما كانت في طرابلس ما كانش واحد من الحكومة غادي زيارة. ما فيش حد بالدرجة هذه. كان كل القوات المسلحة متواجدين غادي. فهمت يعني إحنا الآن نبحث على لما نقولوا رانا إحنا لجنة مكلفة بأننا إحنا نسمع ملاحظات. الآن في جهد بدأ الوقود يصل إلى الجنوب. معناه في إمكانية لحل المشكلة. نعم. يعني الآن لما بعض المشاريع أنا أمس يحكي لي مجموعة من الأخوان إحنا كنا في إخوة كنا في لقاء تفكير نحن نفكر يعني بصوت عالي يعني نفكر نعم. بصوت عالي أحسنت نعم. على التعبير نعم. نعم. فقالت مجموعة ملاحظات من مجموعة اللي لهم علاقة بالمهتمين بهذا العمل يقول لك في بعض المشاريع وبعض المواقع وبعض المصانع لو نعم. تم تشغيلها تستوعب صحيح. أنت لو الناس تسألها هذا موضوع حملات النظافة وحملات يعني لو عملنا على أننا إحنا نعمل من أجل أن نخلق بيئة نظيفة ما تكلف شيء قصد لا تكون لما نعمل أن احنا نقول يا سيدي أنت قول للناس شو اللي قدامك نعم. لما تقول للناس شو اللي قدامك شو المشكلة اللي عندك ما المتوفر وغير المتوفر بشفافية بشفافية الناس تقبل الناس لكن الناس لما تقول كلام وتشوف الجانب الآخر صحيح. شيء صحيح. آخر لا صحيح. هذا صعب لكن هل ما زال في فرصة للاستماع شوف احنا خصوصا مثلا زي ما قلنا مثلا الجنوب الناس تعاني احنا انا بنأكد على حاجه الشرق ايضا تعاني نعم. انا بنأكد على حاجه لازم تكون واضحه نحن مهمتنا ليس اللي خلق مسكنات اطلاقا يعني احنا عملنا لا علاقه له باي عمل مسكنات لان احنا مناش في طرف حد في هذا في هذه المهمة. نحن لا بندافع عن الحكومة ولا أنا ضد الحكومة لا أنا بندافع عن البرلمان ولا ضد البرلمان نحن في هذه المهمة تحديدا قصدي الإنسان يجب يكون متصالح مع نفسه نعم. نحن الآن مهمتنا محددة وطنية بصلاحيات محددة نقول الناس من خلال هذه الأشياء التي تفضلها السيد القائد العام إن في مشكلة مرتبطة بمن يسمع من الناس خلينا نديروا هذا العمل دارت هذه اللجنة نعم. أنا لم ما استشارونا ما أخذوا رأينا نحطه في اللجنة ما نحطوش في هذه اللجنة لكن نحطينا في هذه اللجنة وجدنا لما قرينا الورقة اللي فيها قلنا هذه مهمة فعلا مهمة وطنية مهمة وطنية تحتاج إلى أن نحن نقف على حاجتها لنا نناقشها لكن خلي نتشاور فيها أكثر من رأي نعم وحضرتك فضلت في بداية الحلقة أن من الصعب جدا تلتقي مع كل الناس نعم هذا كلمة الكل التعميم فضفاض قد لا يعطي المعنى الحقيقي للموضوع ولكن يعني قدر الامكان لا حيجيك واحد حيقول لك همشتوني نعم بركه نعم صحيح صحيح نعم صحيح نعم صحيح حاجه احنا لما مشكله احنا لما نوصل لقناعه نجمع قدر ممكن احنا شنو مهمتنا في هذه اللجنه مهمتنا في هذه اللجنه ان احنا بنحدد محاوله تهديد الازمه وين الازمه وين وحلها كيف وحلها كيف نعم واحنا بدل من نجلس في ورق وفي مكتب وندير هذا الكلام مكيفات وشو نعم قلنا لا هذا مباشرة هذا الكلام ما ينفعناش نعم نحن نريد شركاء معنا بدل من احنا في اللجنه 4 انفار ولا 5 انفار يجب ان يكون في اللجنه 40 4000 5000 وصلناهم عبر كذا من عن طريقنا او عن طريق المقترحات او عن طريق اكثر من 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 مصدر حضرتك انت الان هتصبح من هذه اللحظه في هذه المهمه لانك انت نعم الان يشرفنا يشرفنا يعني دائما يعني انت يعني هذا العمل اللي علاقه بكل من يقدر نعم يساعد في هذه المهمه راي مهمه مهمه وطنيه يعني هذه اللجنه خلينا نقول نداء وطني نعم لكل شرفها والله يا فندي اولا بنشوف فيك انك انت مصر على عمليه النقد ان اللجنه مهمه اعتقد نعم النقد موجود
النقد موجود سواء كان للجنة أو غير اللجنة. صحيح. لكن يفترض أن يكون النقد إيجابي. كويس. يكون سلبي. يعني هذه الدعوة أن الناس الآن لازم تتجه النقد الإيجابي. الإيجابي. اللجنة بابها مفتوح. تمام. نعم. الحاجة الثانية التهميش. أولاً أنا يعني الليلة بنمسي على كافة حكماء ومشايخ ليبيا بصفة عامة. نعم. اللي لولاهم ما وصلنا لهالمرحلة. نحن دائماً عندنا قانون يسمى قانون العرف. نعم. قانون العرف قانون ممتاز جدا وهو اللي يحل في كافة المشاكل. صحيح. يعني لما نصل مرحلة معينة ونحاول أن نتجنب التدخل بالقوة نجد أن مشايخنا وحكمانا وكبارنا يتدخلوا في هذه الأمور. برضو نحن في ليبيا في ثوابت فيه ناس لهم مقامات. نعم. من التاريخ العثماني للحكم الملكي لمعمر قذافي لأن حتى هنا في الوقت الحاضر فيه ناس لهم مقامات معينة. صحيح. يحترموهم الناس ويقدروهم الناس. صحيح. ولابد من سمع آرائهم. لكن التهميش احنا قلنا لا يمكن نهمش. يعني هذا مبدأ ثابت للجنة. للجنة لا تهميش لأي لا شخص. لا تهميش لأي شخص أو أي حتى اللي بيجينا. نعم. بروح نهمشوه نحن مستعدين نقبله نسمع رأيه. كويس. لأن الكلمة الطيبة. صحيح. والرأي السديد. صحيح. مش شرط يطلع من شخص عاقل ولا ممكن يجيك أي واحد يعطيك رأي حكمة تستفيد بيها. نعم. لكن النقد مهم مهم جدا ونسمح به. طيب سيادة اللواء اللجنة بمن ستستعين الآن؟ من تراه مناسبا بهذه الأمور؟ من نشوفوه نحن يساعدنا ويدلنا على الرأي السليم ويدل على الرأي الصالح ونعرف لأن نحن نفهم الناس ويدلنا على الرأي اللي هو سديد نسمع منه. لأنك أنت عارف أن عندك في ليبيا محاور خطيرة جدا زي وهي اللي وصلتنا إلى هذه المراحل. مزبوط ولا لا؟ اللي هي شنو ده؟ يعني نعتقد أن مثلا الإخوان المسلمين لهم تأثير عندنا. مزبوط ولا لا؟ ممكن يكون وراء ما يحدث من شرخ اجتماعي. شرخ اجتماعي. مزبوط ولا لا؟ يعني فيه ناس معينة في أو زي ما نقصد الإخوان المسلمين أو الميليشيات أو الناس اللي باعوا الوطن. أنا ما نجيب نسمع رأيه إذا كانك أنت بحث الوطن إيش عندك ما تقدم لي للوطن؟ مزبوط ولا لا؟ لكن في ناس يهمها الوطن. فيه ناس ظروفهم صعبة. صحيح. زي ما تفضلنا حكينا في بداية الحلقة. صحيح. هذا لابد من سمع رأيهم. نعم. وزي ما قلت لك أن نحن من ضمن صلب الشعب. نحن ما يدور في الشعب يدور عندنا عارفين لكن لابد نسمع الآراء بقدر الإمكان. لو استمرين أسبوعين ثلاثة شهر ما يعنيش لكن لابد نصل للحقيقة. نعم. نعم. طيب بالنسبة للجنة الآن قسمت عملها إلى ملفات. كيف حتسير هذه الملفات يعني؟ اللي هو ملف اقتصادي ولا لا؟ نعم. سياسي. سياسي. اجتماعي. اجتماعي. إعلامي بالإضافة إلى كافة الأنشطة الأخرى. نعم. يعني. اقتصادي. واقتصادي. كويس ولا لا؟ هذه الملفات اقتصادي تحت الخدمي وإلا مثلا الاتصال بالخبراء. الأسئلة على البنوك كيف تسير كيف عملية المرتبات التأخر شركات. كيف الشركات هذه المشيات. لأن فيه ناس متخصصين في الكلام هذا. احنا درنا الملفات هذين تسهيلا لعملنا. طيب والسياسي مثلا؟ السياسي لابد فيه النشطاء. لابد فيه الناس في الدولة يكون عندنا بهم اتصالات ونسألهم وناخذ آرائهم. احنا ما قلنا هم كل الناس اللي في الدولة مع احترام لهم وتقديرهم. نعم. انهم. نعم. مش مادين واجبهم لا بالعكس. لكن فيه ناس لهم وجهه نظر ولهم مقترحات تحتاج فرصه. نعم. تحتاج فرصه انه يحكي. نعم. لابد ان احنا نسمع رايهم. نعم. لابد ان احنا عندنا قوائم سجلت. لابد يتم بهم الاتصال. فنحن عملنا مساء وصباحا مستمرين باذن الله. ربي يعينكم ان شاء الله. ربي يعينكم. هذه ملفات مهمه جدا دكتور. يعني أربع خمس ملفات ولا تقسمت يعني الجانب الاجتماعي ما ممكن كيف حيتم تناوله يعني في اللجنة؟ والله شوف أنا نكمل على كلام سيادة اللواء في موضوع التواصل مع الناس. احنا مش يعني بصراحة حتى نتحمل مسؤولية الكلام اللي نقوله
لما نقولوا احنا بنلتقي مع كل الناس. نعم هذه انتم امام مساله تاريخيه. نعم احنا لما نقولوا كلمه كل الناس نتكلم على القدر الممكن من اللقاء، يعني احنا من الناس اللي هم دور. نعم يعني يجي يقولوا لا احنا نحاول قدر الامكان، حتى اللي مرات مش كل الناس اللي يقدروا يديروا دور نقدر نتواصلوا معه او نقدر نلقوهم او ظروفهم ولا ظروفنا تسمح. نعم. وبالتالي وخاصه نعم. نحن مضرورين بوقت، الكتاب يقول وبالسرعه الممكنه، سرعه ممكنه اقصى سرعه، الوقت الحاسم تحديدا لك السرعه والوقت حاسم. يعني نحن محتاجين ان احنا نعمل على هذا الشيء، لكن احنا لما اردنا ان ننتقل الى كل هذه المناطق نقصد بها شيء واحد وهو مهم، اننا ناخذ التنوع الفكري، ناخذ التنوع الاجتماعي، ناخذ التنوع الجغرافي، المشكله اللي قد تكون في الجنوب غير المشكله اللي في المشكله في الجنوب الغربي غير في الجنوب الشرقي، المشكله اللي في 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 وسط سبها غير اللي في الشاطئ وفي في المشكله اللي اهلنا النازحين من الغرب يعني يختلف المشكله هذه الان عندهم يعني اكيد عندهم مشاكل يعني في مناطق نازحه الان وعندهم مشاكلهم وعندهم العلم ان كافه المشاكل تكاد تكون واحده يعني الان الان لما تجي تتكلم على موضوع مرتبات الناس مقطوعة على شيء لأنه كذا الآن بنوك مصارف قطعت مرتبات مقاصة مقاصة والإجراءات اللي كذا ودع ذلك الآن بان الخلل وين بعد التصريح القائد العام في موضوع كذا النفط صحيح النائب في المجلس الرئاسي السيد أحمد معيتي تعرض لي مشاكل أمس على خاطر هذا هذا الإجراء وصنع الله ندد وغيراني وبصراحة يعني حتى نقوله كذا بصراحة أي واحد يعمل خطوة إلى الأمام يجب أن نشيد بجهده في رفع المعاناة على الليبيين. نعم. بصراحة يعني نتوجه نقوله لا برا نديروا حلول برا نديروا حلول من باب أولى نقوله هذا السيد أحمد معيتي يقدر جهد في أنه هو يتواصل ويبحث على حل في موضوع حل الأزمة بعيدا على يعني وهذا الموضوع الليبيين يتابعوا فيه وهذا أعتقد دور من أدوار اللجنة هل نعم. ستتراسلوا مع من يريد الحل حتى لو كان من الطرف الآخر هذا مهم السؤال شوف يعني. احنا شكرا لك سؤال مهم احنا نرتب في لقاء آخر نرتب على لقاء شعبي يعني خارج موضوع اللجنة وهو موضوع حشد القوى الوطنية للقاء عام يدار مجموعة لقاءات في لجان مصالحة الآن تشتغل تتواصل مع كل الناس نعم. في نقل المشكلة نعم. من خارج ليبيا إلى داخل ليبيا الآن في كثير من مشايخنا ومن عيالنا ومن مثقفينا ومن أساتذتنا ومن أصحاب الرأي في ليبيا يمتنع عن المشاركة في أي عمل خارجي لليبيا وهو يملك شو السبب يعني السبب يقول لك هذه مشكلة يجب تحل في الداخل تحلش في الخارج أنا يعني بدل من نمشي نتلاقى في جنيف ولا نتلاقى في مغرب في بوزنيقة ولا نتلاقى في كذا أنا باب أول نتلاقى مع أهلي هنا وفيه إمكانية إحنا هذه الأيام على تواصل مستمر في إن إحنا نبحث هل حقيقة في إمكانية دكتور؟ طبعاً يعني في اللي يقول لك الليبيين مش قابلين بعضهم يتقابلوا برا أحسن والله أنا أقول لك معلش هذه تسويقات إعلامية هذه تسويقات نعم. والله شوف إحنا الآن رغم كل اللي صار ورغم الجرح اللي كذا لكن إلى متى نحن يجب أن نبحث على كذا الجيش القوات المسلحة عندما ذهبت إلى طرابلس ذهبت إلى تحرير العاصمة وتحرير المدن من قبضة الإرهاب ومن قبضة نعم. نعم. متى يتحقق تحقيق الإرهاب المطلوب مش إلا القتل والدماء صحيح بصراحة يعني الليبيين أهم شيء الوصول للهدف يعني. نعم بالضبط نعم. يعني أنت نعم. الآن لما مجرد تتحقق ذلك تتحقق تحرير البلاد من الإرهاب تحرير الإرادة الإرادة السياسية والإرادة كذا لكي ندخل في انتخابات تشريعية وبرلمانية ورئاسية مباشرة الآن الليبيين كثير منهم ينادي يقول لك الآن ما عادش في تدوير لموضوع العمل نحن نريد الذهاب إلى انتخابات مباشرة تشريعية وبرلمانية هناك من يتحج بموضوع الدستور يعني الورقة الدستورية التي تبحث عنها الناس هناك الآن نقاط دستورية يجب أن نتفق عليها الليبيين صحيح. ويعملوا الانتخابات ثم بعد ذلك الليبيين يجلسوا يعملوا دستور صحيح. ليس صحيح. ليس من الأول هذا البيضة أولا أما الدجاج أولا يعني بصراحة في أشياء لكن النداء الوطني يقول لك حلي مشاكلي وبعدين سهل الدستور يعني نعم هذا نعم نعم هذه رأي مهمة بالضبط جدا بالضبط نرجع إلى صلب عمل اللجنة يعني صلب عمل اللجنة مهم جدا وهذا صلب العمل وهذا هو صلب العمل لأن الحلول ورفع المقترحات الاتصالات زي ما قال الدكتور مع من يهمها طيب سيادة اللواء
في نقابات وفي اتحادات وفيه يعني في شغل كبير جدا. أنتوا تبي تتصلوا بالجميع، في نقابات يقولوا نحن شرعيين، نقابة الأخرى تقول نحن شرعيين، كيف حيتم التواصل مع الجميع؟ لأن النقابات والاتحادات مهمة جدا الآن في المرحلة يعني. هو لو تشوف الكتاب السبب من أجل هذا الكتاب ليش هالقرار صدر، صدر لما شاف الناس متحركين في المدن البنغازي والمرج وطبرق وسبها، وتم يطالبوا مع العلم أن نحن كمواطنين مع هذا الشعب عارفين أن الأسباب هذين احنا نعانوا في أسباب أصبحت ضرورية، كهرباء ضرورية، مياه ضرورية، سيولة ضرورية وعاجلة، المشكلة وعاجلة. عاجلة ماشي. لما نحن نحل هالجزء الكبير منه بمقترحاتنا، مش أول لجنة تشكل ولا آخر لجنة تشكل. طيب أنت أشرت لأسباب خفية، شو الأسباب الخفية في اعتقادك الأزمة؟ ما وراء هذه الأزمات؟ من اختلق الأزمة؟ نعم، من اختلق الأزمة؟ من اختلق الأزمة؟ لابد فيه من اختلق الأزمة، لابد فيه ناس، وأنت دكتور تفهم الأمور هذين وعارف الأمور هذين كويس. من خلق، من خلق أزمة السيولة؟ من خلق أزمة الكهرباء؟ حتى في المدة السابقة ما كانش تصل إلى هذا الوصول، وصلت إليه كهرباء مثلا، المياه، السيولة ما كانش تصل إلى هذا المستوى اللي وصلت إليه توه، هو حتى الأكسجين مقص على المرضى يعني، والأكسجين على المرضى يعني. نعم بالتأكيد. نعم نعم. يعني فيه أشياء مفتعلة، نحاول نحن باتصالاتنا مع أهلنا لعلنا نجد الحقيقة لهم. بعدين في أشياء تحتاج إلى إرادة، قد لا تحتاج إلى دعم مطلوب من كثير. زي شنو يا دكتور؟ يعني في كثير من الأشياء تحتاج إلى إرادة من السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية، السلطة التنفيذية فيلم يقول غايبة يعني، فكيف تبي كيف تبي تخلق الإرادة؟ والآن ليش خلقت؟ ليش صار موضوع اللجان وموضوع التواصل مع الناس وموضوع هذا العمل؟ يعني إحنا محتاجين ان زي ما تفضل سيادة اللواء، في اشياء انت ما نعطيكش فرصه، يعني في عدو خصم يعمل على تدمير هذا العمل. المشروع الان ضرب في مقتل، وهو ضرب في مقتل حياه الناس. الناس يقول لك انا معاش يهمني، حل لي مشكلتي وخلاص. وانا اعتقد ان هذا الموضوع، حتى موضوع الازمه المختلقه هذه، سببها لكي تقبل الناس بمخرجات جنيف وما يترتب عنها. خلاص باش الناس تمل ويقولوا لا خلاص احنا ما عادش قدرنا اي حل جروعه، دير اي حل وريحني وما نجيب بعد. نعم جيب من يعني من يوصلوك لمرحله الرضا باي حل. نعم هذا يعني رانا ما نحكوش بنظريه المؤامره. صحيح. الان نحكم بنظريه الحقيقه، هذه حقيقه وليس نظريه المؤامره. نعم. ما يحصل الان هو مستهدف ان تمل الناس وتتضايق وتستقبل باي حل مفروض من الخارج. لان الناس الان يعني حتى من موضوع الناس لما تطلق تتكلم بحرقة على ما حصل وعلى ما يحصل الآن من تدوير في موضوع البحث على الكراسي والبحث على المناصب والكذا، يقول لك لكي نحقق ذلك أخنق البنزين، يعني سكر الماء. صحيح. سكر الكهرباء. صحيح. سكر كذا، وبالتالي الناس تتضايق. تبدأ المواجهة في من؟ ليس المواجهة في الغايب، تبدأ المواجهة في الحاضر، في المسؤول. صحيح. صحيح. ولا اللي موجود في المكان. نعم. وبالتالي يقول موجود في المكان معاش عنده العصا السحريه تسكرت عليه كل شيء. نعم. اذا تقبل الناس بالحل الذي قادم من الخارج. تجي 40 نفر يقعدوا في اي حل في كذا ويقبلوا ويعدوا يحلوا المشكله. معاش يعطوك فرصه انك تفكر في انتخابات وتفكر لكن في لكن يعني انا اللي ما زلت بنفهمه ان اللجنه تبي تدير الحلول من الداخل. نعم. معاش في حلول من الخارج. تفهم؟ من الداخل. هذه الحلول من الداخل. بالداخل. هذا صوت الليبيين. هذينا خلينا نقول مواجههم، هذينا مشاكلهم ونقترح هذه الحلول. ايوه بشكل من ضمن مهمتنا في هذه اللجنه هو حشد القوه الوطنيه لهذه المعركه الوطنيه. هذه معركه وطنيه. كل اللي يتعرض له المواطن الان في حياته اليوميه هو ممنهج، حرب عليه. نعم هي ممنهج. يعني انت لما تقطع الكهرباء وتقطع كذا، يعني انت الان لما قبل كم يوم ما فتحوا الخزانات النفط لكي تتحرك مسألة تغذية المحطات والمكثفات، مسألة علمية أنا لا أجيد فيها. نعم. فانطلق الصوت النشاز
وقعد يقولوا ها ها فتحوا النفط ها ويدون كذا ها شنو ها وكذا. الآن لما صدر قرار واضح بفتح النفط ما كانش فيه مواراة، كان من أجل مصلحة المواطن الليبي. وشفنا من يطلق العياط الآن، طلق صرع الله وطلق الكبير وطلقوا هؤلاء الذين يريدوا السيطرة على قوة الليبيين مرة ثانية، لأن اعتبروا أن في موضوع فتح النفط حتنحل مشاكل الناس، حتنحل مشكلة الوقود، حتنحل مشكلة المقاصة في الـ في الـ في البنوك، حتصبح في سيولة متحركة، حتنزل الـ 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 سعر الصرف، يبدأ في وخاصة البنود اللي تم الاتفاق عليها وطريقة توزيع المؤقتة اللي تم بها، وخاصة كان هناك بحث حقيقي على إجبارنا على مبدأ، وهذا ما فوتات عليهم القيادة العامة، مبدأ النفط مقابل الغذاء مثل ما حصل في العراق، وهذه الفرصة فاتت عليهم وإن شاء الله حتفوت عليهم، لأنهم كانوا يبحثوا على أن تصبح السيطرة عليك في النفط مقابل الغذاء ينحط في حساب تحت سيطرتهم، وهذا الحساب تبدأ فيهم ويعطوك من قليلك جيب فاتورتك وشوف النموذج في العراق بالضبط، شوف النموذج في العراق وهذا كان مستهدف إلى غاية ما يقضوا على ثروتك وبعدين يقول لك بروا عيشوا في الصحراء كما 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 كنتم. لكن نحن الآن هذه المختلقات اللي تفضل عليها سيادة اللواء وقال هناك اليد الخفية واليد السوداء لهذا العمل، هناك مشروع عقائدي يعمل على تدمير الدولة، وإذا وهذا غير مدرك متخصص في الحرب السبرانية نعم وهذه حرب أخرى لضرب الليبيين في كل شيء ولا يا سيادة اللواء للأسف بالنسبة للحرب السبرانية تو خلتني نعرج عليه شوي. هذه الدول المتقدمة تصل إلى الجيل الخامس والجيل السادس، نحن مش منتبهين لها، نحن ما نش منتبهين لها، هي توصل حتى في الحرب في الغذاء في الأكل في التعليم في الصحة في الإعلام في الحرب العمياء العمياء على الطيران على السفن على هذا كل شيء يأخذ منا حلقات يأخذ حلقات، ولكن نحن نرجع لكن نرجع للأساس نرجع للجنة متاعنا أن نحن مهمتنا زي ما قال الدكتور أن نجمع الأراء أن نرفع المقترحات أن نحن لابد نحاول من اتصالاتنا نشوف من وراء هذا العمل المشكلة اللي سبب للليبيين هذه المشاكل وفي كل القطاعات كيف نضعوا لحد في كل القطاعات في كل القطاعات طبعا وضع الحلول حتستعينوا بمراكز بحث أكيد خبراء في هذا المجال أكيد الشباب سيادة اللواء هذا موضوع يعني مقلق لنا كلنا في الشباب الحيين هذه الليلة كيف حتسمعوا رأيهم؟ ولولا الشباب ما وصلنا إلى هذه المرحلة اللي وصلت ليبيا الآن. نحن الحمد لله نجلس على الكراسي ونعطي في آرانا ونجتمع والمنطقة تحت القيادة العامة الحمد لله محررة بالكامل. فالشباب حتى كان فيه حديث مع سيد القائد العام خاص نوياه كان يقول لي الشباب أعطوا لابد أن نحن الآن نلتفت للشباب لازم نعطيهم لازم نعطيهم نعم. وبرضو مصر على إنهاء إجراءات الشهداء والجرحى يعني مهتم بهذا الملف رغم أنه تم حالة الشباب دائما حتى في كل مظاهرات عندهم ثقة مطلقة في القيادة بالتأكيد هذا دوركم أنتم تأكيد هذه الثقة يعني بالتأكيد والقيادة عندها ثقة في الشباب انت لما تشوف حرب بنغازي وتحرير بنغازي القوة المساندة اللي مع القوات المسلحة كانت امام القوات المسلحة كان لهم الدور الفاعل الدور الكبير واثنى عليهم سيد القائد العام دائما في خطاباته يثني على الشباب ويثني على ما حصل في المنطقة الشرقية بالذات للقوة المساندة للشباب كانوا مع القوات المسلحة جنبا بجنب بل كانوا أمام القوات المسلحة كيف نحل مشاكل الشباب؟ كيف نفهم مشاكلهم؟ كيف نستوعبهم سيادة اللواء؟ بحل هذه المشاكل اللي نلاحظه فيها احنا توا ونتحدث عنها لابد من ضمن اقتراحاتنا يكون فيه مقترح خاص لحل مشاكل الشباب ملف من ضمنها البطالة ملف من ضمنها البطالة للشباب من ضمنها المرتبات اللي حكيت لك عليه لين ثلاث سنوات واربع سنوات ما نزلنش للشباب وللعائلات تلقى الأسرة 10 نفر أو 15 نفر يشتغلون منها نفر نفرين فرص العمل فرص العمل لابد نحن من مقترحاتنا تكون طرح فرص للعمل للشباب لأن شريحة الشباب هي اللي توقف عليها الوطن وتوقف عليها ليبيا والشباب أعطوا ليبيا ودائما نحن نقولوا أنها ليبيا ولادة بعكس ما حصل
في الغرب لما كانوا بيجيبوا الأتراك، كانوا يجيبوا السوريين، احنا ما صعدناش بحال، احنا كانوا شباب ليبيين. ونتذكر ان من الغرب جو ناس صحيح شباب، هنا نتذكر نتذكر مركز تدريب لبيار جاني توه شهيد الله يرحمه ويسامحه من تجورة، جاي من تجورة وجاني في مركز تدريب لبيار على اساس انه بيجاهد في بنغازي. الكلام هذا كان في 2015، ولقيناه كاتب وصية لما استشهد في محور سي منصور ان اذا استشهد يتم دفنه في لبيار. نعم وفعلا نحييه. نعم. نحيي أسرته هذه الليلة الحقيقة ونرفع لهم كل التحية وكل التقدير باسم كافة المنطقة الشرقية. نعم. لأن في شباب. نعم. حتى في المنطقة الغربية ولكن ما أعلش أصواتهم نظرا للسيطرة الموجودة ميليشيات. صحيح. وكان أملنا كبير في تحركهم لما كان قوات مسلحة في طرابلس. ولكن لابد أن نلتمس العذر ولابد أن. نعم. ونحن نعلم هالوقت إن معانا هم. نعم لأن الآن البحث عن حلول للشباب هو يعني مستقبل ليبيا، البحث عن حلول مستقبلي لأن الشباب بدأ يهاجر. بعدين الشباب استدخلت في هذا يترك في الوطن يعني. هذه واحدة من الأشياء يشوف هذه مسائل. الشباب هم نشطاء في المجتمع المدني. الشباب هم خبراء الآن. الشباب الآن موجودين في ميادين العمل. انت مجرد انك انت تحكي في هذا كيف راح تسمعهم الشباب لان شريحه كبيره. نعم هو انا اقول لك يعني احنا انا قلت لك من البدايه احنا بنحاول قدر الامكان ان يعني بدل من نحكوا احنا 4-5 افكار نحكوا نوصلوا الى 100-200-300-500 قصدي بقدر يعبر توسيع الدائره يعني توسيع دائره. نعم. التفكير الفكر بصوت عالي. نعم. هناك من يفيد بمعلومه افضل مننا بكثير. نعم. احنا كلجنه هم احنا مجموعه صياغه مش اكثر، احنا فقط لجنه نحن عارفين صوت الشباب ونفكر. نعم. مع بعض صوت وعارفين. نعم. مطالبهم يعني نفكر. صحيح. مع بعض ونعمل على صياغه هذه المقترحات. كلام جميل لكن الوقت بدا ينتهي من. عرفت دكتور اردت ان اشير الى نقطه اساسيه جدا في خلال برنامج المنتدى تواصلنا مع حتى مع نواب ومع غيره ولجان للشركات المتعثره كان فيه يجب أن يكون حل وإلا حيتظاهر وإلا حيدير. مات كل أمل. نعم. لهذه الشركات وناس وعالم آخر كبير جدا. فأعتقد أن الاستماع إليهم الآن هو وقت. يا أخي لو تاح هذه الشركات المتعثرة لو تاح فرصة جبناهم في حلقة صندوق الإقراض لو تاح فرصة. نعم. صندوق الإقراض وأعطوا القراض لهذه الشركات وأعطت الآن شغلت حركتها وشغلت دولابها واشتغلت لوفرت حتى عايد للدولة وأعطت قطاع. وبعدين أنت. نعم. يا أخي لازم تنشط موضوع الاقتصاد الآن، لازم نفتح موضوع التوريدات للشركات، موضوع الإعمار لابد نشجع الشباب على تأسيس شركات لها علاقة بالإعمار، شركات جماعية. حتى الحل بتاع المساكن المعطل هذه اللي موجودة ولا هي. نعم. الحاجة الأخرى يعني موضوع المطار والميناء. نعم. والموضوع موضوع تجارة العبور. صحيح. وتجارة كذا قد في كثير من الأشياء الشركات والمصانع اللي علينا الدكتور. نعم. يفتح المجال للشباب للشغل. نعم. والمساكن اللي معطلة الشركات اللي موجودة تم تعطيلها. نعم. تعطيلها. نعم نعم. طيب في الختام سيادة اللواء أنا أعتقد بعد هذا اللقاء حتبدأ المكالمات يعني الآن الدعوة عامة للجميع ورلا التواصل معاكم ما فيش ما عندناش مشكلة. نعم طيب لكن زي ما قال لك الدكتور نحن مش كل واحد يقول لا مفروض يتصلوا بي. نحن زي ما قال لك فيه ناس لهم الأهمية في هذا الموضوع. احنا ما نقدر مثلا نلتقي ب 200-300-400-1000 صح ولا لا؟ ولكن في جهات معينة مختصة هي اللي إن شاء الله يتم بها اللقاء، ولكن بعلاقاتنا نسمع الآراء وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم إن شاء الله. دكتور نعم هو يعني أول حاجة شكرا ليك اللي تحت الفرصة وخاصة يعني الوقت كان متأخر لهذا اللقاء حتى الترتيب مع حضرتك. نعم. لكن نحن لكن لأنه مهم فأردنا أن يكون اليوم. نعم. يعني وهذا. نعم. العمل وطني خالص لله متصالحين مع أنفسنا ما عندناش حاجة يعني ما نبحثوش على حد باش نلبسوه خطأ ولا نلبسوه مسؤولية وهذا مسؤولين على هذا الكلام. صحيح. وأيضا ما نقولوش للي بيتظاهر راه أوقف استنى اللجنة ولا اللي بيدير مشكلة لا ما تستناش لا هذا موضوع عادي موضوع ماليش علاقة مفصول يعني ما فيش مفصول بعيد كل البعد. نعم. على أي عمل ونحن ليس لنا علاقة بعمل التظاهر ولا بعمل الملاحظات ولا نقول استنى وفي حل جاي، لا نحن نعالج في مشكلة ندرس في مشكلة مصاحبة مع أي عمل يندار آخر ونعطي رأينا بالضبط. بالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله ندعو لكم بالتوفيق وإن شاء الله تكون هذه اللجنة يعني بعملها بوقت سريع جدا
نصل إلى فهم هذه المشكلة الليبية وإمكانية حلها بإذن الله تعالى. بإذن الله وبإرادة الليبيين جميعا إن شاء الله. بإذن الله. شكرا لك. شكرا لك. إلى اللقاء مشاهدينا.